بعد مغامرته الفريدة في ISS أو محطة الفضاء الدولية مع أشهر رواد الفضاء في العالم في سبتمبر الماضي، عاد الإماراتي هزاع المنصوري ملؤه الفخر والحماس بعد خوضه تلك التجربة. المنصوري البالغ من العمر 35 عاماً أجرى 16 تجربة علمية خلال رحلته التي استمرت 8 أيام على متن ISS، ومن المتوقع نشر نتائجها في 2020. جلوسي مع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية وترحيبهم فيني ونصائحهم الكثيرة اللي أعطوني إياها، وكانوا فخورين جداً فرحانين أن في شخص من وطن عربي شاركهم هاي التجربة. كان المنصوري ضمن حوالي 4000 متقدم من الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء الذي أطلقه حاكم دبي عام 2017، قبل أن يقع الاختيار على هزاع المنصوري وسلطان النيادي الذي عمل لاحقا كمشارك احتياطي لهزاع في المهمة إلى محطة الفضاء الدولية. وخضع الاثنان لبرنامج تدريبي صارم في ستار سيتي أحد مقرات تدريب رواد الفضاء في روسيا، ما اضطرهما للتكيف مع درجات الحرارة التي قد تصل إلى حد التجمد في الشتاء الروسي. ونظر للأرض منظر جدا رهيب، في رهبة وفيه نوع من الشعور أنك أنت شخص جدا صغير يعني، واستطعت الوصول لهذا المكان بالعلم والمعرفة. المنصوري هو ثالث عربي يجد مكانا خارج كوكب الأرض، حيث يأمل ألا تكون هذه آخر رحلة له إلى الفضاء، ويتطلع إلى مزيد من المهام في المستقبل.